بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الملح بين الخواتيم والمفتتح، الكتاب ده هو طلع في سنة 2010، وانا الحقيقة كنت بجهز له من قبلها بحوالي 5 سنين. وبعدين بجهز له ازاي بقى؟ يعني انا الفقرة اللي انا هكتبها هنا كنت اعرضها على المشايخ اللي كنا بنتقابل معاهم في السويس او في مراحل الدعوة، فالحمد لله لقيته استحسانا يعني فنزلته. هو عبارة عن العلاقة بين آخر كل صورة والصورة التي تليها، زي مثلا أوضح مثال في آخر الأحقاف: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون في أول محمد الذين كفروا. فلو عملنا العلاقة الفاسقون الذين كفروا، زيها مثلا في آخر سورة القمر عند مليك مقتدر في أول الرحمن الرحمن، المليك المقتدر هو الرحمن يعني. وعلى هذا فقس لما نزل والتقيت في استحسان له، عملت رسالة تانية في نفس الحجم دهوت، وسميتها شفاء الصدور برد الأعجاز على الصدور، وكانت عبارة عن إن آخر كل صورة في علاقة بينها وبين أول نفس الصورة. يمكن أوضح مثال على ذلك صورة الواقعة، لو حضرتك فتحت هتشوف العلاقة بين آخرها وبين أولها. بعد كده عملت التبر السائل في تناسب الأوائل، إنه أوائل كل الصور متناسب مع بعضه. يمكن برضه أوضح مثال ألف لام ميم والحاميم إلى آخره. بعد كده عملت البحر الزاخر في تناسب الأواخر، وبرضه إن آخر كل صورة متناسب مع آخر الصورة اللي بعدها. وبعدين عملت السها بين العلاقة بين السها في العلاقة بين الصورة واسمها، اللي هو ايه ناس سمته طيب اللقاء في بين الصورة والأسماء، واللي قدم له الدكتور الأستاذ أحمد عبد الرحمن، فضلت الشيخ أحمد عبد الرحمن، وقدم برضه للكتاب اللي هو كان اللهم صل على سيدنا محمد تناسب الأواخر، عفوا شفاء الصدور، الشيخ أحمد عبد الرحمن قدم لشفاء الصدور. المهم جمعت الرسائل ده هي مجموعة على بعضها، طلع مجلد جميل شكله حلو، سميته دليل الراغب في علم التناسب، وقلت فيه ان هو يعتبر نواة، لان التقسيم اللي انا قسمته هو ما شفتش حد قسمه وانا في مكتبة الاولى وبقول الكلام دوت. واحد جاب لي 5 كتب وقال له هو ما فيش ولا واحد قسم التقسيم ده هو، وشرحت ازاي انت كطالب تتعامل وتكتشف انت العلاقة ده ايه ازاي في شربين تحديدا، لان الحقيقة اهل شربين هم اللي كانوا ساعدوني في مجموعة كتب ضخمة، منهم تفسير القرطبي ومنهم نظم الضرر، فعشان كده شرحته ايه شرحته في شربين. انا بقالي فترة طويلة عايز انزله فيديوهات، لكن الحقيقة في احباط من اقبال الناس على الدين وعلى الفيديوهات الدينية. يعني حتى كنت كتبت كام بوست كده، لما نزل بوست هايف التاج 20 إعجاب و20 ها ها و20 و20 و20، لما اجي انزل كلام محترم وله ما التقاش اي تفاعلات. فيا ريت ان شاء الله في السلسله دهيت اللي هيستفيد منها، يعني الاعجاب بيخلي اليوتيوب يقترح الفيديو في المقترحات بتاعته، يعني ساعدنا باعجاب او تعليق او تفاعلات. انا مش هستفيد حاجه والله العظيم، ما باخد اي حاجه لا من يوتيوب ولا من فيسبوك ولا من الكلام دوت، لكن ما بيكون في انتشار هو ده اللي انا عايزه. بس هو الدعاية عايز ايه غير الانتشار الفكره بتاعته اللي هو تعب عليها. ان شاء الله هتكون السلسله دي، تتابعونا على اليوتيوب، وهبقى انزل مقطع ريلز على الفيس. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.